عدم استجابة التقييد الاحتياطي هو عدم احترامه للقانون، القانون التزامات العقود، قانون يعني المنظم للعقارات في طور الإنجاز، هو يحتم على الشركة الجهة العقود على الجهة العقارية من أجل الاحترام دياله. وبالتالي أن الاحترام القانون التزامات العقود في الفصل ديالو في القانون 112/12/112/07 ديال البيع العقاري في طور الإنجاز، أن من المفروض على شركة جية العقارية أنها تحترم القانون، وبالتالي أن كل يعني الضحايا المتواجدين هنايا هم مطالبين يعني الشركة يعني هذاك العقد الالتزام الأولي من أجل الإدلاء به أمام المحافظة العقارية، من أجل تسجيل التقييد الاحتياطي، من أجل الحفاظ وصول الحقوق ديالهم، من أجل الضياع ديالها ومن أجل الحفاظ ديالها. وبالتالي أنه ما صدر يعني قبل ومن يعني الرصد ديالنا أن كانت واحد مجموعة الخروقات على مستوى ديال التعمير، على مستوى يعني التراخيص، أن هذه الشركة لم تحترم يعني المساطر يعني المعمول بها في التراخيص من أجل الحصول على التراخيص ديال البناء في يعني فيما يخص القانون ديال 95/90 ديال التجزؤات العقارية والتجمعات العقارية. إذا اليوم حنايا كانت التنسيق الوطني تطالبوا هذه الشركة هذه وتطالبوا السلطات المعنية يعني بالتراخيص من أجل يعني الاحترام ديال المساطر المعمول بها في التراخيص، وكذلك من أجل احترام كل المساطر سواء من الجهة يعني المدعوة لهذا الملف ديال المساطر أو من طرف الجهة يعني الإدارية من أجل تسليم هذا. ما هو لاحظناه أنه كان واحد مجموعة الخروقات على مستوى يعني ديال التراخيص، وأن الشركة يعني بدأت الإنجاز ديال واحد مجموعة الأشخاص بدون الحصول على رخصة، وبالتالي أن السلطات الإدارية يعني التجأت إلى الهدم يعني مسبقا في واحد المجموعة ديال السكن اللي صحيحة تنظرها صحيحة، وبالتالي أنه المسار خاصة تتابع. وبالتالي أننا حنا كتنسيق وطني تنتجه إلى النيابة العامة من أجل تحريك الدعوة العمومية في كل المساهمين وفي كل يعني متواطئين في هذه العملية هذه. شكرا.